محروم ذاك الذي ينتهك حرمة هذا الشهر، محروم ذاك الذي يفرط بحق هذا الشهر فتجده يفطر من دون مبرر ولا مسوغ شرعي. الفطر في هذه الأيام، في أيام الصيام الواجب، هو من كبائر الإثم وعظائم الذنب، لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عقوبة الذي يفطر في نهار رمضان بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، كما جاء في البخاري معلقا عن أبي هريرة بصيغة التضعيف، لكن الحديث له ما يسنده ويعضده من قول ابن عباس مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وتصور يعني أنت حتى تدرك خطورة الموضوع، يعني لو أنك أفطرت يوم من هذه الأيام بدون عذر ولا مرض ولا سبب يبيح لك الفطر، ثم أردت أن تعوض عن هذا اليوم بصيام الدهر، الدهر قيل أنه سنة وقيل الدهر بقية العمر كله، فإنه لا يجزيه ولا يكفيه ولا يغني صاحبه أن يأتي بصيام الأيام كلها. لماذا؟ لأنه أخرأ، لأنه انتهك حرمة الشهر وأخل بما فرض الله تعالى عليه، ووقع في مخالفة أمر الله تعالى ورسوله، فكان من عقوبة ذلك أنه لا يمكن أن يستدرك ذلك بنوع من الاستدراك فيقوم بتعويض هذا اليوم بيوم آخر. بعض الناس يهون موضوع الصيام ويقول يعني موضوع الفطر وموضوع التزام الصيام، فقول بدل اليوم يوم أصوم بدل هذا اليوم الذي أفطرته يوما من الأيام القصيرة أو الباردة وهذا عن ذاك وانتهى الموضوع. لكن هذا غلط في القياس، غلط في الحساب، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصح مرفوعا فقد صح عن ابن مسعود وهو ما لا يقال بالرأي، يقول رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه.